باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يوافق اليوم يا أحبائي تذكار الأربعين لنياحة أمنا الفاضلة الأم المباركة المرحومة سهير نقولة أرمانيوس، وده التذكار الأربعين لنياحتها. باسم سيدنا صاحب النيافة الأنبا تيموساوس نقدم التعزية لهذه الأسرة المباركة، نقدم تعزية للمهندس الأستاذ مايكل ماهر توفيق وابنها المبارك، ونقدم أيضا تعزية لبناتها المباركات وكل أقربائها، نقدم لهم التعزية وتعزية سيدنا نيافة الأنبا تيموساوس اللي هو دائما حريص أن يكون موجود معنا في كل مناسبات أولاده وكل مناسبات الشعب، بيعطيهم التعزية ويعطيهم السند بصلواته وبحضوره واستمرار معنا في كل المناسبات. بنقدم أيضا تعزية لهذه الأسرة من فم أبينا حضرة صاحب النيافة الحبر جيل الأنبا أرمية الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي ورئيس قناة ميسات، وأيضا نقدم تعزية كل العاملين بالمركز الثقافي. وسيدنا نيافة الأنبا أرمية أوفد عنه قدس أبونا موسى التامر الكاهن بالمركز الثقافي، وأيضا دياكون فرحان وقمص هرمينة والأستاذ شنودة ويليام والأستاذ ناصر راضي، جميعهم أتوا من أجل أن يقدموا العزاء لهذه الأسرة المباركة. وباسم الأسرة بنقدم الشكر لكل هؤلاء جميعا. باسم الأسرة بنشكر سيدنا نيافة الأنبا تيموساوس ونشكر سيدنا نيافة الأنبا أرمية على تعب محبتهم في هذه المناسبة. بس الكنيسة أيضا تقدم العزاء باسم الآباء الكهنة، كهنة الكنيسة نقدم العزاء لهذه الأسرة المباركة التي نعرفها جيدا ونلمس فيهم محبتهم الكبيرة للكنيسة. كلهم جميعا خدام وخادمات بالكنيسة وكلهم مشهود لهم بمحبتهم للكنيسة ومحبتهم لله. وكانت على رأس هذه الأسرة المرحومة سهير نقولة، كنا نعرف عنها تماما محبتها للكنيسة ومحبتها للقدسات محبتها للصلاة في هذه الكنيسة بالذات. كانت دائما مواظبة معنا في القداسات وحضورها طول فترة وجودها في الزقازيق. أول ما جم من الصعيد عاشوا فترة وجودهم في الزقازيق كلهم يخدموا في هذه الكنيسة. ربنا ينيح روحها في أحضان أبائنا القديسين ويعطي عزاء لهذه الأسرة جميعا بصلوات سيدنا الحبيب نيافة الأنبا تيموساوس. ناينام وقن فان بشام خنف ما بين بيواي بيواي مو او 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 نمني اتا ان ختان ان اطافن كوت أفهم توني أمو وتنايح في الإيمان تفضل يا رب أن تذكر نفس عبدتك المرحومة سهير نقول في تذكار الأربعين لها اليوم، وأنفس عبيدك صبح عبد المسيح وعواطف غالي
في تذكار السنة اليوم باقي الأسماء التي ذكرت على مذبحك المقدس في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناوت في نور قديسي. اطلبوا عن آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البد، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وآبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة وآبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين والنياح نفس عبدته أم الحبيبة سهير نولة في فردوس النعيم، لكي المسيح إلهنا ينيح نفسه في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.